مرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل تتذكرون المحاضرة الماضية؟ نعم، كنا ننطلق بين الأشجار، وكان يوجد نافورة ترتفع حتى السماء. والآن ترى من الصديق الجديد الذي سيظهر اليوم؟ هل تتطلعون لهذا؟ نعم، هيا بنا ننطلق في قصة الرحلة. فجأة ظهر أرنب من خلف النافورة. قال الأرنب للطفلين: أنا حقا سعيد جدا لمجيء صديقين جديدين هكذا. هذه النافورة جميلة حقا، هيا نلعب معا هناك. ولأن الأرنب كان سعيدا أخذ يتقافز وهو يركض. عندما رأى الطفلان الأرنب يركض جري وراءه وقال: ونحن أيضا سعيدان بلقائك أيضا. نعم، ظهر الأرنب فجأة من وراء النافورة. هل تحبون الأرنب؟ أنا أحبه جدا. هيا نرسم أرنبا لطيفا معا. أولا هيا نرسم أذني الأرنب. نرسم أذني الأرنب بشكل دائرتين مطولتين. هيا نرسم معا. وفتحة الأذن تكون على شكل دائرة أصغر قليلا. نعم، هل هي طويلة؟ أذن الأرنب تكون طويلة هكذا. ونرسم الوجه الدائري من هنا أيضا. هل نرسم العينين أيضا؟ سنرسمها باللون البني بشكل أغمق قليلا. هذه ملامح لم نرسمها من قبل. هذه ملامح بها تجاعيد تدل على السعادة. والفم نرسمه بعد رسم الأنف ويكون أسفلها بشكل منحن للجانبين هكذا. ثم نرسم الفم بينهما ونلون بشكل خفيف. ثم نلون الخدين باللون الأحمر بشكل لطيف. والآن نرسم الجسم. الجسم يكون أكبر من الوجه، صحيح؟ يكون بشكل دائري أيضا. ثم نرسم البطن أيضا كدائرة أصغر من الجسم. واليدان نرسمهما مثل الأذنين دائرتين طويلتين. هذا سهل، صحيح؟ والقدمان تكونان دائرتين للجانب هكذا. وفي اليد، كف اليد هكذا، ثم الأصابع دوائر صغيرة هكذا. والقدم يمكن رسمها بخطوط دائرة هكذا. نعم، ما رأيكم في رسم الأرنب وهو يحمل جزرة؟ ماذا عن الجزرة؟ الجزر يمكن رسمه على شكل مخروط. في هذه الناحية مثلث الشكل ويكون دائريا قليلا وفوقه قليل من العشب. وبعد ذلك نلون الأرنب. أولا نبدأ بأذني الأرنب باللون الوردي. وفي داخل فتحتي الأذنين نلونهما بلون آخر. وبجانبهما نلون باللون الوردي بشكل جميل. ونلون الوجه أيضا باللون الوردي.
ثم نلون الجسم أيضا. ثم نلون منتصف الجسم أيضا في منطقة البطن بلون مختلف. هكذا نلون الجسم أيضا باللون الوردي بشكل جميل. ثم نلون اليد، واليد في هذه الناحية أيضا. ثم نلون القدم أيضا. نعم. ثم نلون فتحتي الأذنين ومنطقة البطن باللون الأصفر، واليدين أيضا. البطن واليدان باللون الأصفر، هذا لطيف جدا. عند التلوين باللون الأصفر فوق الوردي يظهر لون جميل جدا. ثم نلون الجزرة بعد ذلك. هل نلونها باللون البرتقالي؟ نعم، تمام. ما رأيكم في تلوين الخلفية الآن؟ الخلفية نرسم فيها أشكال هندسية بسيطة. يمكنكم رسم ما تريدون بكل حرية. أنا سأرسم مثلثات. هكذا مثلث. المثلث يكون بشكل مدبب. هكذا 1، 2، 3. ما رأيكم أن نرسم مثلثات أصغر وأصغر وتكون في اتجاهات مختلفة؟ هل تشاهدون هذا؟ نعم، كلها مثلثات ولكن أحجامها مختلفة قليلاً. وأيضاً اتجاهاتها مختلفة. يمكنكم رسم المثلثات كما تحبون. وعند ربط هذه المثلثات يظهر شكل أجمل بكثير. وباستخدام اللون السماوي نحاول رسم مثلثات. ثم نحاول رسمها بالأحمر أيضا. نعم، ممتاز. يبدو الأرنب سعيداً أكثر مقارنة بعدم وجود شيء حوله. هل تعتقدون هكذا؟ والآن هيا نلون بالألوان المائية. هيا نجهز أدوات الألوان المائية: وعاء الماء والفرشاة والطبق، ونغمس الفرشاة في اللون. أي لون تحبونه؟ فقط نتأكد من اللون في الطبق هكذا ثم نلون. أنا اخترت اللون الأصفر. وفي الأسفل أيضا. هذه المرة ليست مثل المرة السابقة، فلا نملأ بالألوان ولكن نلون كأننا نرسم خطوطاً. نعم، وهنا أيضاً. رائع! عندما تلون بالفرشاة وتظهر الخطوط كما هي، ثم نحاول خلط لون آخر. هل نجرب البرتقالي بشكل خفيف؟ نلون مثل لون الجزر الذي يحبه الأرنب. نلون بشكل خفيف فوق الأصفر هكذا.
في حال نقصان الماء أو اللون، لا تنسوا أن تغمسوها في الماء واللون. ثم هيا نملأ الفراغات في الأرنب أيضا. والآن هكذا تبدو الخلفية. انتهينا. ما رأيكم عن محاضرة اليوم؟ يبدو أن الأرنب يريد أن يعطي الجزر هدية للطفلين. نعم، وحاولوا رسم أذني الأرنب كبيرتان وطويلتان، ويمكن أيضا أن ترسموها صغيرة هكذا كما تريدون. اليوم كانت محاضرة سعيدة. أراكم المحاضرة القادمة. إلى اللقاء.